صباح النور، مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية في النادي الإفريقي. مفاوضات مع متوسط الميدان أحمد خليل من أجل تمديد العقد لموسم إضافي مع إيجاد حل لحصوله على كامل مستحقاته المالية. الإفريقي الاقترب أيضا من ضم متوسط ميدان الاتحاد المنستيري بلال آيت مالك. لاعب آخر قريب من مغادرة الاتحاد المنستيري هو متوسط الميدان فيصل المناعي اللي يملك عرض رسمي من نادي القادسية الكويتي. لجنة تفضل نزاعات بالنجم الساحلي أصدرت بلاغ تقول فيها أنه تدخل في بعض الملفات الأخرى، سواء بالاتصال برجال الأعمال لإيجاد تمويلات أو التواصل مع بعض اللاعبين لإيجاد حلول كان بصفة تلقائية، غيرة على ألوان النادي على غرار ملفات راقي العواني بونغونغا بوتمان وأيضا حسام بن علي، وتجنبا لحصول خلط لدى الجماهير والمسؤولين بين المهمة الأصلية والمهمة الظرفية. تعلم اللجنة أنها ستواصل مهمتها الأصلية فقط دون تدخل في ملفات أخرى. النادي البنزرتي دخل بداية من البارح في ترابز تحضيري بعند رام، يتواصل حتى نهاية الأسبوع، برمج خلاله المدرب عماد بن يونس مباراة ودية وأيضا اختبارات لبعض اللاعبين. في الأولمبي الباجي اليوم العودة للتمارين استعدادا للموسم القادم، تدريبات باش تكون بداية من 5 في الملعب الفرعي بباجة تحت إشراف المدرب الجديد نصيف البياوي. حسب الصحافة المصرية النادي الأهلي تقدم بعرض جديد للاعبنا الدولي محمد علي بن رمضان، والنادي أيضا فرانك فاروشا المجري مع الترفيع في القيمة المالية إلى حدود 1.5 مليون دولار بعد ما كانت في السابق 1.2 مليون دولار. الهلال السوداني باش يوصل لتونس نهار الخميس ونهار الجمعة على دفعتين لإجراء ترابز تحضيري استعدادا لمباريات الدورة التمهيدي من رابطة الأبطال الإفريقية، ترابز يتواصل حتى منتصف شهر أوت قبل التحول إلى ليبيا. في البطولة المصرية البارح من الجولة 31 الزمالك كان ربحها الداخلية 2-1، الزمالك عرف مشاركة حمزة المثلوثي اللي تحصل على إنذار ولعب مباراة كاملة في محور الدفاع مع غياب سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة. المصري البورسعيدي أيضا كانت عادل مع المقاولون 1-1، مباراة كاملة لمعتز الزدام مع المصري، وفخر الدين بن يوسف كان أساسي وغادر دقيقة 77، ومع المقاولون فراس صعيفية كانت خلف دقيقة 71. نادي أمبي أيضا كان خسر مع زاد 4-1، رفيق كابو كان احتياطي وما شاركش مع أمبي. اليوم قمة الجولة مع السبعة العشية، المتصدر بيراميدز في رصيده 68 نقطة يقابل الأهلي المصري الثاني ب 63 نقطة في غياب علي المعلول المصاب كيف ما نعرفه، لينطلق في مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي وحالته قاعدة تتحسن حسب طبيب الأهلي. اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بيع أكثر من 8.8 مليون تذكرة للألعاب الأولمبية باريس 2024 واللي تنطلق 26 جويلية بمشاركة 1300 رياضي. ومع الاقتراب من الألعاب الأولمبية الرياضيين التوانسة قاعدين يلتحقوا تباعا بالقرية الأولمبية بباريس، ونواصلوا أيضا متابعتنا على موجات الإذاعة الوطنية لتقييم التحضيرات وانطباعات الرياضيين. واليوم نحكيوا على ألعاب القوى، فكرة على المشاركة التونسية ناخذوها من المدير الفني للجامعة حمادي بن سعيد. بالنسبة للتحضيرات للألعاب الأولمبية نتاعنا السنة عندنا 3 مترشحين تو للألعاب الأولمبية اللي هي مروة بوزيان، محمد أمين الجيناوي وأحمد الجزيري. التحضيرات نتاعنا كيما رسمناها أول العام، 3 تو حاضرين حسب المسابقات اللي عملوها من قبل، باشين في ليزوبجيكتيف نتاعنا إن شاء الله يتحققوا كيما رسمناهم أول العام. أحمد الجزيري طالب كان في أمريكا، من عام ناول دخل مع إيكيب بالتيمار فريق محترف في أمريكا، شارك في 2 ملتقيات للدوري الماسي، فما كانتش النتائج نتاعو كيما المأمول عليها، إن شاء الله يحضر بالقدا ويحضر النقائص نتاعو الكل وإن شاء الله يكون متواجد زاد في باريس على أحسن وجه. عندنا سي أمين الجيناوي حقق رقم قياسي جديد تونسي 8 دقائق و10 ثواني في 3000 متر موانع، وكانت نتيجة مميزة جدا، تخولوا معناها باش يكون الخمسة السادسة في الألعاب الأولمبية ويكون في متواجد في باريس بأقوى قوة وأكثر من هكا. بالنسبة لمروة بوزيان، مروة بوزيان نعرفوها تنشط في تونس في مركز ألعاب القوى بسلطر سيدي بوزيد، المركز هذا أنجب العديد من الأبطال نتاعنا توا اللي هو عبد السلام عيوني مثلا وهي ورياض شنني، رياضيين أخرين بنات صاروا قبل وكل شيء. توا بالنسبة لمروة نأمنوا من مروة زين ان تكون خليفه حبيبه الغريبي، وان شاء الله في القريب العاجل مروه تعمل لنا نتائج ممتازه، شاركت في 2 ملتقيات زاده كانوا النتائج نتاعها مميزه باهيه، تحضيراتها بالقدا ومميزين بالقدا، ان شاء الله مروه تكون في باريس حاضره كوميل فو.
واحدة أكيد من اللي نستناه منها نتائج إيجابية مروة بوزياني، واللي تتحدث أيضا على انتظاراتها من الأولمبياد. مروة بوزياني عدأت المنتخب الوطني التونسي اختصاص 3000 متر موانع، بديت مسيرتي الرياضية من رقيب. تحضيرات الألعاب الأولمبية هي خدمة سنوات عديدة، لكن الحمد لله السنة قمت بتربصات تحضيرية للألعاب الأولمبية. عملت تربص لمدة شهرين في مدينة المغرب، في جانفي لعبت 3000 متر مستوية داخل القاعة، حققت فيها الرقم القياسي التونسي 8:46. بعدين عودت رجعت تربص وشاركت في بولونيا في ميتينج ترومتر ستيبل، حققت خامس أفضل توقيت هذه السنة وتحصلت على المرتبة الأولى. بالنسبة لطموحي في الألعاب الأولمبية، إن شاء الله يا ربي أني نكون بوديوم، وإن شاء الله نشرف تونس أحسن تشريف، وإن شاء الله نحاول أني نحسن الوقت بتاعي في 3000 متر موانع. إن شاء الله إن شاء الله يكون البوديوم المروة أيضا للرياضيين التوانسة. وأكثر واحد نجم يتحدث على مروة بوزياني هو مدربها ياسين البرقوقي، مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى اختصاص مسافات. بالنسبة للمروة بوزياني، احنا توا بريسك مع بعضنا عن 8 سنين، هي أتليت معايا. مروة بوزياني مثال للعداء المثابر والناجح، الناجح في قرايته والناجح في الرياضة، وخير دليل اللي هي حتى كانت تقرأ تروازيام اني تيرمينال، وتخرجت أستاذة تربية بدنية، وتوا وين معناتها تفاضيت وولت مركزة 100% للانترينمون، والحمد لله اني استطعت اني اتقارع اجود العدائين والعدائات الموجودين على الصعيد العالمي وتدخل معاهم وتعمل في مراتب ممتازة. ان شاء الله في لعب اولمبية نشرفوا تونس، نحاولوا نرفعوا راية الوطن، نحقوا مراتب باهية ونحسنوا الاوقات الشخصية اللي عندها. ان شاء الله بالتوفيق للرياضيين التوانسة الكل في الاولمبياد، علاش لي نشوفوا على البوديوم رياضيين يكونوا حاملين لميداليات ذهبيه فضيه وبرونزيه، المفيد بيه يكونوا حاضرين بنتائج ايجابيه. وان شاء الله المتابعه باش تكون على موجات الاذاعه الوطنيه لحظه بلحظه للاولمبياد من خلال نشراتنا اليوميه وايضا الحصص الخاصه. خارج تونس، الارجنتيني لاوتارو مارتينيز كان جدد عقده مع انتر حتى 2029 براتب 9 مليون يورو. كيفن دي بروين لاعب المان سيتي الانجليزي اعطي موافقته للانتقال للدوري السعودي مع نادي الاتحاد، والمفاوضات متقدمه حاليا بكل الاطراف. الاتحاد اللي اتفق ايضا مع الفرنسي موسى ديابي لاعب استون فيلا على امضاء عقد ب5 سنوات. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضه. جمال تحيات شهير الكافي، نهاركم زين. سيف السنة.